نهاركم سعيد مشاهدينا ليوم الأحد 16 أذار 2014. ماذا يعني سقوط يبرود أحد أهم معاقل المعارضة السورية بيد الجيش السوري اليوم؟ هل سقوط جبهة دلو الأخرى في سوريا في قبضة النظام يغير المعادلة في المنطقة أو يجعل النظام الحلقة الأقوى على طاولة المفاوضات؟ وأي مفاوضات؟ ما هي التداعيات المباشرة لحسم هذه المعركة على لبنان سياسيا وأمنيا بدءا من فرار مئات المسلحين إلى لبنان وتدفق المزيد من النازحين إليه؟ هل لما يجري في سوريا علاقة بحرص المجتمع الدولي على تحييد لبنان والنائبه عن الصراع؟ وهل هناك من قدرة فعلية على ذلك؟ أم أن الأمور وصلت إلى مكان خرجت فيه عن السيطرة؟ هل حكومة المصلحة الوطنية قادرة على مواجهة التحديات وكل هذه التحديات؟ في كل هذه الأمور نبحث مع السفير عبدالله أبو حبيب مدير مركز عصام فارس. نهارك سعيد سعادة السفير. صباح الخير. وحمد الله على السلامة وشكرا لتلبيتك دعوتنا ليوم الأحد. شكرا لك. سعادة السفير، يعني أسئلة كتير طرحناها بتتمحور حول معركة يبرود، لأن كل ما يجري في سوريا له تداعياته المباشرة على لبنان سياسيا أمنيا اجتماعيا اقتصاديا بيئيا بكله. اليوم حسم معركة يبرود وعلى طريق حسم معركة القلمون التي يعني كان منتظر ينعرف كيف بأي اتجاه بدها تنحسم، شو بيعني؟ وبتعني أنه ريف دمشق صار بإيد النظام أو ريف دمشق الغربي يعني على جبال لبنان الشرقية صارت هلا تقريبا بايد النظام، يعني في ضياع بعد من خارج النظام، والنظام عم بهمه انه يشيل التقل عن المناطق اللبنانيه لان كان عم تنرصف وعم بيجوا كل هالمتفجرات او اللي الانتحاريين عم بيجوا من سوريا من خلال يقال ارسال او ضياع ثاني على الحدود للبنان، هيدي بتشيل التقل كثير عن لبنان من هالناحيه. لكن وجود 1000 مسلح كما يقال بيجروا لعرسال هي مشكلة، المشكلة انه وبعتقد انه مشكلة هالمشكلة هي الحكومة الحالية هي احسن ما عنده اياه لبنان انه وجهها، لان الكل موجودين فيها وكلهم بيعرفوا المصلحة اللبنانية وين لازم تكون، وما اظني طبعا بده يصير في خلافات بوجهات النظر، لكن بعتقد بالاخير بيقدروا يعالجوها. كيف بدهم يقدروا يعالجوها؟ يعني إذا عم نحكي عن بين 1000 و 1500 مسلح بجرود عرسال، الدولة والجيش مش قادر يضبط هذه الحدود. صحيح. في شئنا أم أبينا في بيئة حاضنة، مثل ما في بيئة تحضن كمان حزب الله ومن ينطلق من مناطق معينة من الحدود ليقاتل بسوريا، وأصلا يعني مش منظم حاله بشكل وعم بيقاتل بشكل علني، كمان في بيئة حاضنة لهؤلاء المسلحين، في لبنانيين عم بيقاتلوا معهم للمسلحين. لا بتدي مزبوط، لكن جرود منا ما في بيئة بجرود عرسال، ما في ضياع كثير، في كم ضيعة هون وهون، ما في بيئات حاضنة، بيئة سياسية، بيئة ايه بس منهم بعرسال هن، ايه هن بجرود عرسال، وجرود عرسال ما فيها سكان كثير، السكان كثافة السكان هي بعرسال بديك المنطقة فيها، فلهيك انه ايه في بيئة حاضنة، في بيئة بتترحم عليهم وبدها اياه هون والى اخره، لكن هن بعاد عن هالشيء، والجيش تقريبا مطوع ارسال من هالناحيه، فبده يكون في حل، ما بعرف كيف بتدخل الحل بيناتهم، كيف بده يكون، لانه الجهه الثانيه جهه شيعيه في حزب الله كمان. يبدو انه ما فيهم يروحوا على سوريا، ما معنى الخارطه، بس ما فيهم يروحوا على سوريا ويرجعوا على سوريا ويفلوا بشي مطرح صوب حلب اما هيك شيء يهربوا، مش قادرين. فعندك مشكله، لبنان عنده مشكله، مشكله كبيره انه وجههم، لانه شو بتطلعهم بتروح يفوت الجيش يقتلهم كلهم او هن بده يبلشوا يقتلوا، يعني صعبه. وهل هن كلهم سوريين ام في اجانب؟ لا هيدي في لبنانيه، في سوريه، في من جميع انحاء العالم، هم هو القائد تبعهم شو اسمه هذا اللي ابو مالك او اللي ابو عز اللي اخذ الرهبات، نائب امير جبهه النصره ابو عزام الكويتي، الكويتي يلي مات بالمعارك، والثاني اللي مرته اعطوه اياه جابوا له اياها اخر دقيقه، ايه الدليمي، هيدا عراقي، عراقي، يعني فيهم وفيهم يمكن اوروبيه وفيهم فيهم من جميع الاشكال والانواع، يعني منهم في قسم لبناني بفتكر اللبنانيه هن الاقليه، وقد يكون انه
الأكثرية هي من سوريين، لكن في نسبة كبيرة من الأجانب العرب وغير العرب. رح نتابع طبعا بهذا الموضوع، ولكن معنا اتصال سعادة السفير مع رئيس بلدية اللبوي. عم نحنك يعني نشوف كيف الوضع باللبوي، لأنه مبارح جراء سقوط الصواريخ وكمان يعني سقوط إصابات وضحايا من المواطنين الأبرياء، كمان عم بتزيد المشاكل بين اللبوي وعرسال. نهارك سعيد رئيس. نهاركم سعيد لك ولضيفك. يعني رئيس، من مبارح انتم الاجواء عندكم متوتره، موضوع سقوط الصواريخ عم يتكرر، هلا عم بيصير يطال بشكل مباشر المواطنين، واليوم ما يجري في جرود عرسال، هل صحيح في سواتر ترابيه بينكم وبين عرسال؟ هل صحيح في اجراءات تتخذ على مستوى الجيش وعلى مستوى الاهالي؟ طبعا نحن هلا وقت بيصير رده فعل من المواطنين، بصير ضرب بين البيوت، وهن المنفذ الوحيد اللبوي لعرسال. نحن كل خطابنا نبقى نقول أهلنا وحبيب قلبنا والشرفاء وأخوتنا وعرسال القدم الشهداء في سبيل هذا الوطن، نحن محافظين لهم عليهم على كرامتهم وعلى أهلهم أكثر ما هن عم يحافظوا على حالهم، لأنه اللي عم يضرب من فوق من الجلود عرسال يجي من من كان من سوريا أو من من كان هي، لولا البيئة الحاضنة بعرسال ما كان بيجي وبيتجرأ يضرب من جلود عرسال. نحن عم نقول لهم، عم نحملهم مسؤولية للمخاتير ولرؤساء رئيس البلدية، انه عم يقولوا هن هلا نبهوا اخر بيان نزلوه انه من الجرد بيتحملوا هن المسؤولية اذا انطلق اي صاروخ. انا اللي قلته انه بدي اشوف ردة الفعل بعرسال قبل ما يشوفوا ردة الفعل بمنطقتنا. منطقتنا فيها 3000 مصاهرة نحن وعرسال، يعني عندنا بالطرقات عندنا وناشئين بيناتنا، وبتعرف انت المنطقة عاملين محسوبة عندنا بالباع. نعم. وعم نحطهم بعيوننا، بس وقت اللي بده يصير قتل وضرب يضربوا الصريخ من جود عرسال وروحوا الأطفال والأبرياء، طبعا بدل الناس تلقائيا تصير ردة فعل ويتقينهان الابن العرسال اللي على الطريق واللي ماشي بين الناس، بده يصير ردة فعل عليه، انه انتم عم البيئة الحاضنة اللي عم تحض من الناس بعرسال وتخلوهم يضربوا على المنطقة، بده يصير ردة فعل تلقائية من الشعب عليهم. رئيس، يعني كان ساعة السفير عم بيقول جرود عرسال منا مأهولة، ويعني مساحات كبيرة ووعرة يعني خارجة عن سيطرة الدولة، وأصلا هي وعرة وصعبة وكل عمرها كانت تكون طريق تهريب وما في سيطرة عليها، كيف بدها تكون هالقد بيئة حاضنة بتأثر؟ وحتى لو كانت بيئة مناصرة وحاضنة، ولكن كيف فيها تمون على مسلحين هن أقوى؟ وما ننسى أنه قدي صار عدد النازحين بعرسال يعني أضعاف أضعاف أهل عرسال. نحن ليك أوي أي ضماني لأي بشري بالدولة، نحن أنا هي الدولة ضمنتنا كلنا، ما فيش حزب ولا أي حدا بيضمن إلا الدولة، الدولة اللبنانية. عال الدولة إذا أخذ الضوء أخضر أو شال الغطاء عن أي سياسي بلبنان كله، مش عم نحكي بس بعرسال، الدولة بتضرب قادرة تجيب من الوكر، بس وقت ما تطلع الدولة لتاخذ مطلوب عم تقوم لها الضيعة كاملة. طب كيف بده يتركوا الدولة تحمي جنود عرسال وتحمي وتشوف تلحقهم؟ وقدراني الدولة تلحق المسلحين اللي عم يزعرن ويضربوا على دولتنا على الوطن، يعني بالنهاية اللبوي هي بيئة هي من لبنان. بس البيئة اللي احنا مش عم نقول عم نحمل كل أهل عرسال، طبعا في شرفة بعرسال وبعدنا عم نتواصل معهم. بس وقت هيدي الصواريخ عم تنزل بين البيوت وتقتل البشر الناس البريئة، طب شو بده تكون ردة فعل على الناس؟ نحن عم نطالب نساعدوا هن والدولة، مش يساعدوا معنا، بدنا يساعدهم الدولة تنفتح عرسال للدولة، ساعتها لو بينزل مليون صاروخ بالمنطقة أتحداك إذا واحد بيعمل ردة فعل بسيطة. طيب رئيس، اليوم بعد يعني بعد سقوط يبرود وكمان توافد مئات يعني نحو 1500 مسلح لجرود عرسال، هل في تدابير اتخذت من ناحية اللبوي بالمنطقة عندكم، يعني يمكن إجراءات البلدية عم تعملها أو عم تنسق مع الجيش والقوى الأمنية أو حتى الأهالي تحسبا لدخول المسلحين أو عبورهم من حدود إلى عرسال إلى الداخل اللبناني؟ طبعا اللبوي والمنطقة محصنة، أنا بقول لك ما في بلد إلا ما صار في سلاح من وقت المشاكل بسوريا والردات الفعل تصير ضرب الصواريخ وكذا، كل الناس عملت حساب ردة فعل تكون نحن حاسبين هيك، بس نحن عم نقول نطاق عرسال ما يكون لحتى ما يدفع الثمن ابن عرسال، يكون نطاقه هن يتساعدوا مع الدولة ينحمى، من غير مطرح ما يكون مسؤولية، لو ضربت النبيشيت مثلا ما نبني طاق عرسال، ضربت القاع ما نبني طاق عرسال، بس اللبوي والنبي عثمان العين هيدي كلها اللي عم تنضرب من نطاق عرسال. يعني محصنة بإجراءات على الأرض منعا لتسلل؟ مش إجراءات كون عم نبهدل المواطنين إذا بتقصدي هيك أول عم نوقف أو نعمل، لا في إجراءات مساعدة مع الدولة تساعد الناس مع الدولة إذا صار في شبهة حدا،
بس نعم. إجراءات نحن ببيوتنا عم نقول لي كل أوكي. العالم تسلحت يعني كلها مهيئة إذا صار شيء رديت فعل طبعا الناس تهيئت للدفع عن بيتها عن حالها بس أما أنه نطلع على الجنود أو نطلع على عرسان أو لا هيدي مستحيل نحن نعملها ونبادر فيها لأنه في بالنهاية في دولة وبنحترم الدولة وجيشها ومخابراتها. رئيس بلدية اللبوي رامز أمس أنا بدي أشكرك على هذا الاتصال ويعني الله يحمي هالبلد مما عم نشوفه. اللي عم يحكي رئيس بلدية إيه؟ إلى حد بعيد بفهمه يعني لأنه خاصة بالأيام الأخيرة نزل كثير صواريخ على اللبوي وعلى غير اللبوي وراح قتلى وإلى آخره. جماعة أرسال عم يتعاونوا شوي مع الدولة، طبعا لازم يتعاونوا أكثر من شوي بس خاصة من بعد ما شافوا إنه يبرود بتسقط شو بده يصير بهو كان لازم أكثر يكون في تعاون مع الدولة. لكن بالنهاية يعني كان اللبوي أو عرسال بنعيش مع بعضنا فيكم واحد متطرف بكل الجهات وهلأ عم يبينوا أكثر بمنطقة عرسال طيب بس هولي ما لازم يجرونا لقتال بعضنا ولعدم حماية بعضنا بس اللافت بكلامه أنه ما في بيت إلا ما في سلاح يعني صارت في خطوط تماس بين اللبنانيين بسبب أزمة السوريين لكن بس ما هيك بجوز زاد السلاح بس السلاح في بيو اكيد وين ما كان كل عمره خاصة مش جديد خاصة بالمناطق اكيد بس سلاح شرعي وسلاح مقاومة يعني بعدنا بنقول هلا صار في دولة بسبب الأزمة السورية من قبل ما كان في دولة عندنا هون بس شو قادرة تعمل سعادة السفير هالدولة ليك الدولة قادرة تعمل الجيش قادر يعمل بيقدروا يحمون لأهل عرسال لأنه هلا عندهم مشكلة كبيرة ما يعني ما بين انه في عندك النصرة وما اعرف شو هن كل هالمؤسسات الثانية السورية منظمات ثانية وفي عندك التنين اللي عم يكلوها مثل اللبوي وغيرهم فبيناتهم بده يوقعوا كبش محرقة جماعة عرسال فلهيك لازم يتعاونوا مع الدولة أكثر تيحموا حالهم يحموا نسوانهم يحموا أطفالهم يحموا هالناس قادرين إذا سكان عرسال سعادة السفير 20,000 نازحين السوريين أكثر تواجد لهم بعرسال 90,000 إذا مش أكثر صار حسب الأرقام الدولية أرقام الأمم المتحدة هلا مش كل هاي المشكلة الديموغرافية يعني المخيفة اللي بتحدث كل لبنان لكن مش كل سوري هو أكيد نحن ما نقول مشكلة السوري إرهابي وإلى آخره إذا بتاخديها بكل لا عشان أصلاً أغلبيتهم نساء وأطفال شوفوا معظم الأطفال معظمهم كبار بالعمر معظمهم نسوان بجوز عندهم ميولون لكن كمان بدهم حماية نفسهم بهالوقت هيدا بفتكر أنا كلهم بده حماية وبكون الأحسن لو جماعة عرسال أو أصدقاؤهم خارج عرسال يقنعون أنه يتعاونوا أكثر يفتحوا للجيش بكل معنى الكلمة حتى يدخل حتى يحميهم طيب سعادة السفير وصلوا المسلحين إلى جرود عرسال طريق من جرود عرسال إلى أين؟ إلى الداخل اللبناني؟ والله ما يوصل لهني كان يبطل عندهم إسفي بطل عندهم طريق إلا من صحيح. سوريا للداخل اللبناني ما في عندهم منفذ على مطرح تاني بسوريا ما في عندهم مثلا بحمص أما حتى بالقصير ترك لهم منفذ في طاعة سوريا كيف محاولات وسكر عليهم الطريق سكر عليهم سنة. بالأخير يبدو فأجوا على لبنان وما أظن السورية رح تلحقهم على لبنان إلا إذا هني بلشوا يضربوا الجيش السوري من جرود عرسال هذه مشكلة هاي اللي قلتها من البداية مشكلة صعبة على لبنان ومنيح اللي عنا حكومة ورح تاخد الثقة هالأسبوع هاي حتى تقدر تعالج هالقضية تاخد الثقة برأيك مع تحديد الكتائب حسب كله مترابط ببعضه لا الثقة بتاخدها عندهم أكترية وبنحكي على لبنان منبلش ايه كله وبعدين الكتائب مرت الماضي تحفزت على الشعب والثلاثية جيش شعب ومقاومة تحفزت عليها وبقبل الوزارة عم بحكي عن حكومة الرئيس سعد الحريري وحكومة كمان الرئيس فؤاد السنيورة الثاني هالجملة كانت موجودة بهالوزارتين طبعا وزارة رئيس مئاتي وتحفزوا عليها الكتائب وبقيوا بالوزارة ما تركوا هلأ عندهم ثلاث وزراء ما أظن لكن اللي صار بالبيال صار في مزايدات بيناتهم صار في أو في معركة رئيس الجمهورية هي كلها بتأثر على مجرى الأحداث كيف ممكن تستثمر ما الكتائب من الأساس أصلا يعني ما أعربت عن انفتاحها على المشاركة بالحكومة ليش اللي بده يصير بالبيال بده يخليها تغير دغري
أيضا الحزب الكتائب خياراته بده يرجع عيد النظر بين الوزارة بالوقت اللي أغلبية 14 أدار باستثناء طبعا القوات اللبنانية، حتى قالوا أنه تفاجأنا من موقف الكتائب. بعتقد لأنه ما ولادة البيان الوزاري والبيان اجوا تقريبا مع بعض، فطلعت صعبة عليهم. وفي مزايدات اليوم بالوسط المسيحي المارونة المسيحي كل يعني في، وبوسط مسيحي 14 أدار في تنافس قوي بين الكتائب والقوات. وهلأ الكتائب أخذ 3 وزراء وبتقدر تمشي وبتقدر تنفش حالها وتمشي، لكن بذات الوقت انه في مزايدات من جهه القوات انه وين رايحين. انا بعتقد شخصيا بعتقد انه بغلطوا اذا بيطلعوا من الوزاره. لازم يبقوا بالوزاره يتحفظوا على الكلام اللي عملوا بالماضي ويكملوا، لكن الوزاره بتقدر تكمل من دونهم يعني بتعين يعني عنهم، لانه ما في سلس زائد واحد هو اللي صحيح اللي استقال. لا الكتائب عندهم 5 نواب، بفتكر الوزاره رح تاخذ فوق 100 بثقة. وبذات الوقت يعني عندهم أعطيوا بسخاء 3 وزارة. هلا أعطيوا لأنه القوات ما شاركت يعني بالحكومة، كان بيقدر المستقبل ياخذ هذه الحصة، ياخذ هذه الحصة من جماعته. عنده كثير مسيحيين نواب بكتلة المستقبل أو تيار المستقبل، فأعطيوا حقيقة بكرم قوي. بماذا طب يستفز كلام الدكتور جعجع بالبيال الحليف الكتائبي؟ ما اصلا الدكتور جعجع يعني موقفه ما تغير من قبل تشكيل الحكومه، من وقت ما كمان عمل المبادره الرئيس سعد الحريري تيسهل امور التشكيل مع تيار الوطني الحر. ليش هلا بده يغير؟ الرئيس جميل كان من اول يوم نعم عم بيقول له لدوت رئيس تمام سلام مشي ألف الوزاره. وقت اللي كان تمام سلام ما بده يدخل حزب الله بالوزارة، ذكر كان فيتو، قال له لا بدك تدخلون مشي اعملها الوزارة هيك. يعني كان عنده هالتفكير. هاي شو اللي تغير؟ هلا انا اذا براقب تصريحات الرئيس جميل وتصريحات الشيخ سامي بلاقي في فرق بيناتهم تجاه حزب الله او تجاه اي شيء تاني. يعني الشيخ سامي بعده شاب والتنافس مهم لإله، التنافس مع القوات طبعا ومع غير القوات، بس بالنسبة هلأ عم نحكي بالقوات. بينما بالنسبة للرئيس جميل هذه صارت ورا ظهره هالأشياء، هي ما بطلع زي الرئيس جميل معتدل بكلامه من الأساس. رئيس جميل معتدل يعني وقتها استشهد بيير الجميل، والرئيس جميل يعني طلب ضبط الأمور وصحبه من الشارع. صحيح يعني صحيح من الأساس هيك، وبعده هلا بتقدي في الوزاره ونظرته لحزب الله. انا بعتقد انه الرئيس جميل بيعرف انه قضيه وجود سلاح حزب الله موجود، يعني اللي طلع بالبيان الوزاري او ما طلع بالبيان الوزاري بيقدمه باخر. اذا حزب الله قرر يعمل عمليه هلا على حدود رح ياخذ الاذن من الدوله او بكنف الدوله او مرجعيه الدوله، وبيعرفها هي الرئيس جميل. بعتقد بيعرف الرئيس جميل هلا، والشيخ سامي بيعرفها بس رفضها. في نوم في شباب يعني الشباب يعني بدي كل شيء مثالي. بينما الرئيس جميل عنده خبرة طويلة ورا ظهره، اللي بيعرف انه في اشياء ما بدها مثالية، بدها واقعية، وبدها الواحد يفكر اكثر واكثر كيف بدنا نعالجها من انه كيف بدنا نمنعها. بدك هيدي بدها معالجة، بدها كل الاشياء الموجودة بلبنان بدها معالجة، ما بتمشي بقانون ولا بتمشي أصلا بيان الوزارة يعني بنوده وما ينص عليه ما أنه ملزم بالدستور، يعني مش أنه مثلا قانون أو بنود دستورية. يعني البيان الوزاري مثل كأنه برنامج حكومي. صحيح. ولكن أي حكومة نفذت بيان الوزاري؟ صحيح. من الألف للياء. مثل إعلام بعبدة. إعلام بعبدة هيدا تمني كمان، أي تمني معنوي يعني شيء منه ميثاق وطني، منه اتفاق طائف. الاتفاق الطائف لو بقي دون أن يترجم بالدستور وباتفاق النواب مجلس النواب، مع انه اللي كانوا عم يبحثوه بالسعوديه النواب، بس منا ملزمه للبنان الا وقت بيجتمعوا النواب بلبنان وبياخذوا هالقرار. طيب يعني الجمعه الجاي لو قد ما يحكوا النواب اربعة وخميس رح تاخذ الحكومه ثقه باكثريه ساحقه لانه كل اغلبيه القوى موجوده فيها. ولكن سعاده السفير، هذه الحكومه حكومه المصلحه الوطنيه قادره فعلا تواجه التحديات؟
خلينا نحكي نرجع بالتحديات الإقليمية، بالتحديات المتعلقة بالأزمة السورية. صحيح. ونصت هي بهالصفحة أو الصفحتين أو ثلاث صفحات اللي حكيت عن الموضوع السوري. هلا شو عندك ثلاث أشياء اللي بدها تعمله الحكومة؟ أولا الأمن والاستقرار. هيدي رح تجيب الأمن والاستقرار كامل؟ لا. بتجرب تجيبه؟ أنا بعتقد الحكومة رح يكون في توافق تجرب تجيب الأمن. إيه حيكون، أنا بعتقد حيكون في اقتناع من الجميع أنه بدهم، مش بس اقتناع من جميع اللبنانيين، في دعم إقليمي ودعم دولي للاستقرار في لبنان. ما بيقدر الواحد يطلع براته كتير. يعني شوف مثلا اللي حكي وزير الداخلية اللي أنا كنا له كل احترام بالمغرب. بالمغرب. ايه. شو كان موقف رئيس الجمهورية وشو كان موقف رئيس الحكومة؟ يعني كل واحد منا عنده رأي وحر يعطي رأيه، هل يلزم الحكومة أم لا؟ وقت بيكون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة موافقين عليه ومجلس وزراء موافق عليه، ساعتها يلزم الحكومة. فالبيان اللي مثل ما قلت بالبداية، يعني البيان الوزاري لا يلزم الحكومة. مظبوط. هيدي الحسابات وما حدا بيعمل حسابات. بدي تسمح لي، لأنه نحن أكيد الرأي والرأي الآخر وهيدا حق كل لبناني وكل مواطن. نحن معنا اتصال هاتفي مع رئيس بلدية عرسال علي الحجيري. نهارك سعيد ريس، ويعطيك ألف عافية. يعني الله يعافيك يا ريس. كنا أخذنا اتصال من رئيس بلدية اللبوي، عم بيقول انه لو ما البيئة الحاضنة بعرسال لما كان تجرأ المسلحين بجرود عرسال وضربوا صواريخ على اللبوي، مع انه نحن قلنا له انه جرود منا مأهولة، وكيف بلدية وكيف بلدة بدها تقدر تضبط هذه الحدود الشاسعة. شو بتجاوب جيرانك باللبوي؟ اول شيء حدود عرسال يعني 18 من مساحة لبنان، حدود كبيرة 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 يعني. وثاني شيء نحن عم كل يعني اللي عم يضرب صاروخ واللي عم يقطع الطريق، ما هو واحد، ما هو هذا اللي عم يضرب صاروخ بده ما يقطع الطريق، لا ما بيضربه لانه بيعرف انه من ضرب صاروخ بده يقطع الطريق باللبوي. ما عندي فارق بين عم يقطع الطريق وبين عم يضرب الصاروخ، هدف واحد. طب ريس، يعني هلا انه اذا بده يقطعوا طريق اللبوي عرسال عم يقطعوها هن تيقولوا حفاظا على امنهم، او يعني صرخه بوجه عرسال او من يحضن هؤلاء المسلحين؟ هلا بيحتجوا بالمتفجرات، لا له شغله، هاي المتفجرات من صنع النظام السوري، هاي اللي بيسموها سيارات فخره. نعم. سيارات اللي فيها 5 كيلوات بتروح تنفجر، وسيارات اللي فيها 100 كيلو بيشمشوها، ما هن عم يخبر الجيش بعسكري، يعني بيبقى من الجيش، لان هو الجيش ما حرح عارف قبل الجمعه انه في سياره. بس سيارات بدها تطوها اللي فيها 5 كيلوات بيفجروها، وسيارات اللي فيها 100 كيلو بيوقفوها. مع كل ثاني يحطوا من شان فتنة، لانه يعني الشغلات كلها مركبه ومدروسه، لانه متركز يعني. من هو له مصلحه مستوره، اما من واحد مؤيد للثوار انه بيجي بيقطع طريق عسكري يعني. وين المصلحة تبعه لجي يضرب صاروخ على السهل؟ عندي أي واحد يعني أي واحد مع الثوار، أما بأيد الثورة السورية، شو مصلحته إنه يعمل بيه فتنة باللبوة ولا بالعالم ولا بس صار في أكثر من حادث بين أبناء أو يعني أفراد من عرسال واللبوي، تما نقول يعني البلد المنطقتين إنه بوج بعضهم، خلت الأمور توصل لهون. لا لا مو صحيح، نحن أول سلايم اسمع يا زلمة، أنا عملوا يعني الكميس كان في 100 بارودة جربوا فيه. واني هي سكت وما حكيت لانه انا ما بدي اعمل فتنه باللبوه وبين اهل المقطع، اما بيننا وبين اهل السهل وعضينا على الجيش وسكتنا، نحن ما عملنا بس عاد ما صار 5 هلا بيجوا الناس على الطريق وبياكلوها وما هو اول مره يعني بتجي مره ولا بس كله شغله انه يتكمشوا فيها، مين جابوا الناس السوريين على لبنان؟ من هنا جابوها؟ يعني لولا الحرب بسوريا شو جابوا الناس عندي الان؟ طب رئيس، عم بيقول رئيس بلدية اللبوي انه ليش ما بيتعاونوا اهل عرسال مع الدولة اكثر، انه عم يدعوكم للتعاون مع الدولة اكثر، هيك بتكون عرسال محمية واللبوي بعيدة عن اي مشكل معكم. يا اخي دولة شاملة، الدولة بتعرف كل شيء، بتعرف هذه الزهران اللي عم يضربوا الصواريخ من هنا، بتعرف وين تطلع الدولة تاخذهم، نحن معها. بس انا نحن يعني امبارح عملنا تجربة نشكل لجان، بس بصير فتنا بعرسال، مجرد زي ما طلعت في هول الناس جور، صار فتنا بقلب عرسال، بقى الدولة هي الوحيدة المخوفة تطلع لهول الناس، تطلع لهم تقتلهم، يا هي الدولة حرة. وبدي طلع بالجاك أنا مع مسؤوليتي، بس تطلعوا لهم الجاي.
بتتعاونوا مع الدولة إذا بدها تطلع في تعاون مع الجيش اللبناني إذا الجيش اللبناني بده يعمل عملية ضد مسلحين يهددون أمن عرسال والنازحين وأهل المنطقة كلها؟ النازحين ما حدا دخلوا فيه، الناس عم بضرب صواريخ وعم تعمل فتنة باللبنان واللي عم تهدد سيارات مفخخة أسلحهم مع الجيش. طيب رئيس، هل صحيح انه في توافد نحو 1500 مسلح هربوا من معركة يبرود بعد سقوطها بيد النظام الجيش السوري الى جرود عرسال، وهل في تدفق مزيد من النازحين اليوم الى عرسال؟ نزلين ما في قليل وما في شيء 1500 وما في بعدها يبرود مساقط هي عندي ثلاث بعض مفشي. شو اللي بيأكد لك انه بعدها يبرود مساقط؟ في عندكم معلومات من جوا؟ موجه صواريخ من منطقة يبرود عم متجهة عرسال، هلا عم يقولوا انه في يعني حجة كمان ليضربوا ويخطفوا عرسال، انه في اعتراض مسلحين مشان يخطفوا باتجاه عرسال، هاي الحجة بس. في نازحين اجوا اليوم لعندكم؟ ما نص كثير، هو على اساس ما ضل حدا هونيك يعني. نحن نجوا عملوا أول المعركة عادوا شهر ما ضل فيها أدى يعني عادة الكين بسيط بعد المنطقة. أدى في عندكم نازحين بعرسال؟ فوق من ضهر 100,000. فوق 100,000، وأدى أهل عرسال عددهم؟ 40. نعم؟ 40,000. 40,000، أوف. على كل حال يعني الله ينجي المنطقة كلها إن كان من الصواريخ من المسلحين أو من النظام ويحمي الساحة اللبنانية. أنا بدي أشكرك على المداخلة، رئيس بلدية عرسال علي الحجيري، شو تعليقك سعادة السفير؟ أي صوته مش كانت كتير واضح، بس مبين أنه عم بيلوم النظام، عم بيلوم من الأزمة السورية اللي دفعت بالنازحين، وعم بيقول أنه يطلع الجيش يضبط هؤلاء المسلحين، مع أنه شفنا بالسابق مشاكل يعني بين عرسال والجيش اللبناني، كان يفوت الجيش ويرجع يعملوا له فخ جوا، بس يمكن هذي تخطوها. كان بتمنى انه يبلش يقول انه بتأسف على الصواريخ اللي وقعت هون ووقعت هون واللي قتلت ناس باللوي، لانه هلا مجبورين يتعاونوا مع بعض اكثر، فمد الايد بيكون كان احسن، بس انه ربط قطع الطريق باطلاق الصواريخ يعني، بينما الصواريخ عم تسقط على اللوي مش على هلا اوكي الجيش السوري بيقصف على جرود عرسال والمسلحين عم بيقصفوا على اللوي، اجى على عرسال على عرسال وجرود عرسال والمسلحين على اللوي، يعني اللبناني اللي مع هالطرف مع طرف عم بيدفع ثمن بالحالتين، ما حدا عنده من اللبنانيين ولا للبنان مش هيك؟ عنده كلهم بدون لبنان، كلهم بفضلوا على طريقتهم، بس عندهم ايه عندهم هالتحالف مع برا قوي، اقوى من التحالف مع الداخل، صح اقوى التحالف مع بعضهم طبعا مبين، مش مع الداخل ككل، مع بعضهم ايه يعني في حرب اليوم بالمنطقة سنية شيعية وعبي وهي لبنان عم بيصير شوي شوي يعني طبعاً جزء طبعاً من هذه يعني اليوم حرب. الشيعة هن تحالف أقوى مع النظام من تحالفهم مع الداخل السني، والعكس صحيح للأسف أنه هيك، لكن في أشياء كثيرة تخطيناها بالماضي بلبنان وإن شاء الله نتخطى هالشغلة بالمستقبل هيدي، مع أنه أزمة طويلة الأمد يعني بسوريا وتداعيتها الأكبر عم بتكون على لبنان لا من دول الجوار يعني الأزمة طبعا على لبنان أكثر شيء، لأنه تركيا سكرت الحدود والأردن لحد كبير كمان سكر الحدود وما في معارك كتير بالجنوب مش الأردن. هلا بالنسبة للبنان بعد كل المعارك كانت بريف دمشق وريف حمص اللي هن على الحدود اللبنانية. الأزمة طويلة مثل ما قلت، الحرب طويلة لأنه لغاية هلا ما في نوايا للاتفاق لا من هون ولا من هون، كل واحد منهم بجرب يسيطر. جنيف 2 كانت فشل، مش فشل للسوريين نظام او معارضه، فشل للمجتمع الدولي. لانه كيف بده يبلشوا؟ عم يبلشوا انه خلينا نبلش، طيب اوكي هيدي بسنه 12 كانت مزبوطة كانت منيحه انه نجيب وزاره ائتلافيه، بس خلصت هيدي العمليه. اولا المعارضه الموجوده قوتها على الارض خفيفه صغيره كثير كثير كثير. سوري. كانت صغيرة، طيب كيف بتقسم؟ عشو بتمون على الأرض؟ من قبل بسنة ما كانت داعش والنصرة هم الأقوى على الأرض بسوريا، اليوم هن الأقوى على الأرض، مش التنظيمات اللي موالية للمعارضة السورية، فمن هون كان لازم يبلشوا أحسن بأي نظام بدون، مش إنه بنعمل وزارة وهي بتعمل كذا، أي نظام بدون يبلشوا يشتغلوا على النظام.
طيب هيك صار عنا بلبنان، اخذوا النواب حطوهم بالطائف جيبوا نظام جديد، هيك عملوا الامريكان ببوسنيا. اجوا اخذوهم مش بوسنيا بالبلقان كلهم، اخذوهم وحطوهم بديتون اوهايو، وكمان عملوا نظام جديد، عملوا اتفاق جديد حول بوسنيا والى اخره. فهيك وما رح تنحل، ما رح تنحل باوكرانيا الا بالطريقه هيدي. معظم الاوقات بتنحل العراق. طيب ما هيك مين اللي عمل بالاخير؟ لانه ما كانش في هيئات واجوا الامريكان واحتلال، عملوا انتخابات والمجلس اللي طلع اللي هو مجلس تاسيسي مجلس دستوري ما بعرف شو سموه، هو عمل دستور البلاد. فبدك هيك شيء يا عم تعمل اي نظام بدك، كيف بدك تعيشي؟ لا بس هلا بدنا نختف، بده يشيلوا له قوته. طب باي مرسوم باي قانون باي دستور فيك تشيلي له من صلاحياته رئيس الجمهوريه؟ ما فيكي. بدك تغيري هالدستور هي، بدك يقروا مجلس النواب حتى لو كذا. فالمجتمع الدولي هو الفاشل الاول بهالناحيه هي، لانه النوايا بالاقليميه بدها حسم. هلا يبدو في تغيير، في تغيير، انا بعتقد تغيير دولي اقليمي او تقدم، والمكاسب الجولات اللي عم بحققها النظام السوري على الارض بسوريا بتخليه هو الاقوى. الجهتين بفتكر هيدي تخلي الاقوى، بس ما رح يقدر، لا يمكن انه يرجع النظام يسيطر على سوريا مثل ما كان. رح نفوت بهيدي التفاصيل وعن التغيير على المستوى الدولي اقليمي، ولكن ما نتوقف مع اول فاصل اعلاني بحلقتنا ونرجع منتابع حوارنا. وطبعا بدنا نشوف كيف الوضع على الحدود بالمنطقه مع يعني طبعا يبرود لبوي عرسال، ونشوف كمان كيف اوضاع طرابلس اليوم. تابعونا بعد الفاصل. منتابع حوارنا ليوم الأحد طبعا بالمحور الثاني، ومنفوت فيه كمان مع سعادة السفير على هذا التخير الإقليمي والدولي. ولكن قبل بدي أشوف يعني أقرأ هيدا الخبر، أنه الجيش السوري يشن غارتين على جرود عرسال ويحلق بشكل مكثف بالأجواء بين عرسال وفليطة السورية. وأجاني خبر أنا على من مصدر أمني أنه غارات للطيران السوري تستهدف تجمعات المسلحين في منطقة الرهوة الحدودية مع عرسال. إذن من مصدر أمني غارات للطيران السوري تستهدف تجمعات المسلحين في منطقة الرهوة الحدودية مع عرسال. يعني استهداف المسلحين اللي يمكن أفلوا من يبرود ومكشوفين يمكن لحينهم، لكن أنا مستغرب أنه يضربوا عرسال نفسها يعني مثل ما أجى الخبر بالبداية. لكن لا، هيدي معقولة أنها تصير، يعني هيدي من ضمن يعني المعركة، معركة أو مثل بيقولوا هن إنه عم بينهوا عملياته العسكرية أو التمشيط اللي باقي، مع إنه يمكن ما يكون كتير مهتم النظام إذا بفوتوا على لبنان إيه أو لا، لأنه حتى ما في جدية بالتعاطي بمعالجة ملف النازحين من قبل السلطات السورية. صار في كتير مناطق آمنة فيهم يرجعوا يستقبلوا فيها النازحين. إيه بس منه مصلحته للنظام إنه يسمح لألف 1500 مسلح فوتوا على لبنان، فوتوا على لبنان، لأن بده يعملوا كمان بلبنان ما رح يقدروا يلقطهم كلهم، فبده يعملوا هيدي بالمستقبل هجومات على سوريا. مش من مصلحته ابدا يعمل النظام هلا، بعدين تكون في هفوه بايام الحرب بيسمحوا انه يلا راحت عن ظهري بسيطه. لكن من مصلحته هيدي انه يسمح لهيك شيء؟ هول لازم ينضبطوا، لازم يسمحوا لهم يفلوا، ما بعرف شو لازم يعمل فيهم. طيب سعادة السفير، كنا عم نحكي قبل البريك عن هذا التغير، تغير وين؟ على مستوى الدولة الإقليمي وكيف؟ وبأي شروط وبأي اتجاه؟ خليني أقول إنه أوكرانيا عقدت الأمور أكثر فيها. لكن الشيء اللي بدي أقوله إنه الغرب والسعودية نفسها من القرارات اللي أخذهم الملك عبدالله صاروا شايفين إنه اللي عم يصير بسوريا خطر، مش خطر بس على النظام، حتى مش خطر على خطر عليهم أكثر ما هو خطر على النظام. هال 1500 مسلح سعودي مثلا اللي كانوا موجودين بسوريا، أكثر أقل ما بتفرق، إذا مات اللي مات منهم اللي رجع منهم، هؤلاء ما رح يقعدوا هيك بشكل خطر على المملكة. هيدي القاعدة اللي كل اللي رجعوا من أفغانستان إلى السعودية بلشوا يعملوا تفجيرات بالسعودية نفسها. الغرب كله من بريطانيا وفرنسا كانوا متشددين أكثر ضد النظام، مش مثل بقية الدول الأوروبية، إلى الولايات المتحدة خايفين.
في عندك ألاف الغربيين اللي عم يقتلوا، مش ضروري كلهم يكونوا مسلمين، في منهم عاديين انبسطوا باللعبة واجوا على القتال، اللي عم يقتلوا مع النصرة وعم يقتلوا مع داعش. فهول كلهم اللي بيرجعوا مواطنين، هؤلاء المواطنين بريطانيين فرنسيين عندهم حقوق كاملة، يعني عندهم حقوق كاملة، حتى حقوق كاملة للتبشير إلى أن ينلقطوا يعني. فهيدي بلشت تخوفهم. السعودية أخذت عدة خطوات باتجاه وبعدها ماشي فيها. هلأ يقال أنه قطر انسحبوا السفراء الخليجيين الثلاثة من قطر بهالسبب، أنه هي بعد قطر عم تمد وتأيد الأخوان المسلمين، لكن الأخوان المسلمين منهم مضطرفين، بس منهم داعش ومنهم جبهة نصرة الأخوان المسلمين، بس هلأ عم يصيروا أكثر بمصر، وبهم السعودية والدول الخليجية الثلاثة هي بهمهم مصر أكثر شيء. الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا جربوا يضغطوا كمان على قطر توقف دعمهم للأخوان، ما نجحوا لغاية هلأ. أنه لا، في بعض خلافات قويه وفي مصاري بعد عم تتدفق للمتطرفين، مش ضروره تكون من دول الخليج بس من خليجيين عم تجي هالمصاري هي. اللي السعوديه والامارات عم يجربوا وقفوها شوي شوي. قطر ما دخلت بعد بهاللعبه هيدي، لان هول الدول اللي بتجي منهم المصاري، والكويت بفكر الكويت لقطتها اكثر من غيرها. بس مثل ما عرفنا اللي قائد القوات اللي فاوضوا للي وقع بس ابراهيم هو كويتي، هو كويتي، هو الواجهه بالمفاوضات من قبل امير جبهه النصره ابو مالك، اللي هو يعني هو نائب امير جبهه النصره. هو اللي حكي وقت سلموا الراهبات، هو اللي حمل الراهبه ما قدرت. فعلى كل حال يعني في مشكله على يدهم، فلهيك في بوادر تغيير. بتقولي التغوير لوين؟ مش معروف، لانه هالدول هودي ذكرت لك الأوروبية والولايات المتحدة والسعودية ما بدهم النظام، لوين بده يروح مش معروف. واللي أجل كل البحث فيها اليوم أوكرانيا. عندك مشكلة بأوكرانيا، الغرب مش عارف كيف بده حلها. كيف؟ ليش هي أجلت البحث؟ يعني بتضل هون أون سوسبان؟ لا، الأمور مكملة هيك حتى أشعار آخر بالمنطقة تا يوصلوا لحل أو تسوية ما أو نهاية ما بأوكرانيا؟ لأنه ما في كلام سعودي إيراني، فمن ثم تنتقل العملية إلى دولية، من إقليمية لدولية، روسية أمريكية، وروسية أمريكية. الروس اليوم والأمريكان علاقتهم منا كويسة، وكون أكيد حتى وقت اللي إجوا على جلسة بفرنسا مؤتمر دعم لبنان، ما حكيوا لا عن لبنان ولا عن سوريا، كانوا عم يحكوا عن أصلا فرنسا. أنا كنت هونيك وكان في كتير أجواء حتى بالصحف الفرنسية استبقت المؤتمر أنه أزمة أوكرانيا خطفت الأضواء، وأنه يعني كانت مناسبة ليتم التناقش بالأزمة الأوكرانية أو يصير صحيح. في تقريب وجهات النظر، مثل كأنه استخدم هذا المؤتمر المتعلق بلبنان لأمور هي والهيك. لحد ما كان فاشل المؤتمر إلا من الدعم السياسي اللي إجا على الورقة بالأخير. التبرير لإله سعادة السفير كان انه هو اصلا الهدف منه الدعم السياسي، لانه راح يكون في مؤتمرات اكثر تخصصا مثل مؤتمر روما المخصص لدعم الجيش. مظبوط هيك؟ هيك او لا، كان المفروض المؤتمر يحمل اجندة مالية، ما على الاقل كان لازم يكون اجندة مالية بالنسبة للسوريين اللاجئين السوريين هون نازحين. كانوا مستنصرين انه يجي شوية مصاري منه، ما اجى ما حدا كثير يفكر فيها العملية، لأن كلهم تفكيرهم أوكرانيا هلأ. طب إذا هلأ كل التفكير أوكرانيا، لبنان يعني صار خارج الحسابات؟ لا، بالسورية نحن ما عندنا مشكلة حتى يكون بالحسابات. نحن يعني في عنا مشكلة اللاجئين، الحسابات من ناحية أنه حضرتك كنت عم تقول أنه المجتمع الدولي بده يحيد لبنان، بده استقراره للبنان. إذا ملتهي الغرب بموضوع الأوكراني يمكن يمسى لبنان. بس هوني نحن وقت منقول أنه الغرب بده، ما معناتها أوباما مش عم ينام الليل يفكر فيها، ولا كاميرون ولا بوتين. معناتها أنه السفراء أو مساعدين الوزراء هودي عم يهتموا، أكيد عم ينفذوا أجندة إداراتهم. ما بتوصلوا للرئيس هالأخبار هيدي التفصيلية، لأنه وقت بيشوف الصبح
ما هي الاخبار؟ بنشوف الاخبار السخنه، لبنان منه منطقه سخنه كتر خير الله. ابدا اذا هيك مش منطقه سخنه. لا منه منطقه سخنه بالنسبه لسوريا، بالنسبه اللي عم بيصير باليمن، بالنسبه في كثير بلدان، او بالنسبه لاوكرانيا، هيدي اللي عم تشغلهم روسهم لهالدول الكبيره هيدي. فلهيك انه مش معناتها متروكين، لا، بس انه متروكين عند الموصفين عم بينفذوا سياسة متفق عليها المجتمع الدولي. وإلى حد ما أنا بدي أقول لك أنه لعبوا دور مهم بتأليف الوزارة، لعبوا دور مهم بالأخير ببيان الوزارة. مش هيك؟ مظبوط. يمكن رح يلعبوا، عم بيلعبوا دور مهم بموضوع رئاسة الجمهورية. إيه بعد ما بلشت، بعد ما بلشت زيارات السفير الأمريكي ديفيد هيل، زيارته للمملكة العربية السعودية، ويلي هو ما نفى بمقابلة معنا أنه إيه هن بهمون موضوع الرئاسة وعم يبحثوا فيه مع المملكة العربية السعودية. طبعا طبعا في أخبار كثيرة إجت هيك، بس كان الهم الأول تأليف الوزارة. بس هذا شابيتر انتهى، في انتهى شابيتر الأهم، في شابيتر الثاني، يعني في هالجمعة بينتهي نهائيا هالفصل هيدا، وبننتقل لفصل رئيس الجمهورية، خاصة انه 25 جاي بصير هيئة ناخبة مجلس النواب، بصير مجلس النواب هيئة ناخبة. فمن هون بدهم كلهم يركزوا كمان على رئيس الجمهورية، من هو رئيس الجمهورية والى اخره. بهيك ظروف تهيئ ظروف صعبة الحكومة، حضرتك قلت في عندها أولويات الأمن بمختلف أوجهه، أكيد الرئاسة بشكل أساسي، انتخابات الرئاسة قادرة، هذا أهم شيء. هول اثنين في رغبة سياسية إقليمية قبل ما نفوت على الدولة، الدولة أعرب أنه ما بده فراغ. أول شيء يبدو لي أنه في رغبة لبنانية من كل الأطراف، من كل الأطراف سعادة السفير. يعني حتى لأسباب سلبية بجوز، مثلا حزب الله اللي تهم أنه ما بده وزارة، بس هو طلع بده وزارة، يعني هلأ بده انتخابات الرئاسة، لأن الفراغ يعطي الرئاسة المؤقتة أو الانتقالية لرئيس الوزراء. ورئيس الوزراء منه، مع أنه هو برهم بالمدة الأخيرة عن اعتداله بين كافة هو أساسا معتدل، يعني تمام هو أساسا هيك، لكن هو ينتمي إلى 14 أدار، ولذلك مش أنه ما بيأملوا له، بيرغبوا أنه يكون في واحد غيره رئيس جمهورية. وبعتقد انه كمان رئيس سعد الحريري وعدوا لسيدنا البطرك والتقوا بروما انه سيعملوا مع بعض من اجل انه يكون في انتخابات رئيس جمهورية. هل بتصير هل ما بتصير؟ القصة فيها انه هل عندك فئتين انت بلبنان، هل فئة اذا ما كانت مصوقرة، كل فئة منهم اذا ما كانت مصوقرة الرئاسة، في كومبرومايز عليك، في اتفاق عليك قوي، بتروح على مجلس النواب حتى تحضر الجلسه الاولى؟ لغايه هلا الفئتين منو مستعدين يروحوا على المجلس الا ما يصوروا الرئاسه، لان بخافوا. يعني اتفاق مسبق. اي تاريخيا أصلاً، تاريخيا لغايه الطائف كان رئيس الجمهوريه يقرر المسلمين، خلي لأي رئيس جمهورية بيقول لك مين قرروا، يعني من هال مش بشير جميل بالأخير، وكان وجود إسرائيل والآخرين، لولا كمل أسعد ما وصل. لو كمل أسعد عمل مثل ما عمل بقية النواب المسلمين مثل صائب سلام، ما أجى على الانتخاب بشير جميل، وكان كان بشير جميل بطلع، هو جاب 62، الثلثين كان 62، جاب 62 واحد ما يجي خلصت. وكمان بعد الطائف اكيد طبعا بظل الوصاية السورية، كان الطائف لا السورية جابوا اثنين، والثالث اجى باتفاق دولي، اتفاق دولي اقليمي، دولي اقليمي، انه قبلوا فيه السورية، قبلوا فيه السعودية المصرية، قبلوا فيه، وقبلوا فيه الامريكان والاوروبيين. بس اكيد اذا كان رح يكون شخص يعني يستفز، ان كان 8 اذار 14 اذار، يمكن هذا الفريق او الاخر كان بيوقف بوجه. مزبوط، ما هيك؟ مزبوط هيك. بس خليني لك الفرق بين الماضي، المسلمين بالماضي كانوا يختاروا بين المرشحين، والمرشحين كانوا الأقوياء، ما كانوا يختاروا روح يفتشوا على واحد ضعيف يجيبوه. اليوم المسلمين يخافون من القوي هون أما هون، فعم يفتشوا أنه إذا ما إجا اللي بخصني حليفي بدي واحد ضعيف. ما معقول يقبل، يعني في فيتوات قوية على بعض.
هلا يعني حزب الله او حركه امل سعاده السفير بيروحوا بمرشحهم القوي اللي هو ميشيل عون لإسلامية فرنجية، قال هو بينسحب لميشيل عون، و14 اذار بتروح لسمير جعجع او امين جميل او تحديدا سمير جعجع او بطرس حرب. لا، اللي بيخافوا حزب الله وامل انه يوصل تعمل الانتخابات بطريقه انه يوصل سمير جعجع، وهن ما بيقبلوا هلا بالرغم من انه في حكي كثير وجرايد كتبت انه في اتفاق بين الجنرال وسعد وكم والشيخ والرئيس سعد الحريري ومكملين الحكي، لكن بعدهم بعد 14 اذار على العموم عندهم فيتو قوي كمان على الجنرال عون. لكن حتى اوساط المستقبل والتيار الوطني الحر بينفوا انه يكون الجنرال عون والرئيس سعد الحريري حكيوا تحديدا انه مش برئاسه الجمهوريه كعنوان ولكن ليس كترشح لعماد عون. صحيح صحيح، أو دعمه. انا هيك معلوماتي كمان بتقول لكن حكى فيها، وانه العلاقه بين جنرال عون والمستقبل احسن من العلاقه بين دكتور جعجع وحزب الله. من هالناحية هيدا الواحد بيخدم، بس على الجهتين بعد في فيتو قوي على الجهتين. فالهيك انه اذا هودي حطوا فيتو هاو حطوا فيتو ولا واحد منهم مين هو الرئيس الاضعف او حرام نقول يعني اضعف او التسووي اللي مطروحين؟ صحيح الاسماء اللي عم تطرح كانت بكواليس، خاصة قيل انه طرحت بسعودية باول زيارة للسفير الامريكي للمملكة بين حاكم مصر في لبنان وقائد الجيش والوزير السابق جان عبيد. أنا الوحيد اللي بيقدر من اللي سميتيهم يجي قبل انتهاء مدة الانتخابات يعني ب 25 أيار هو الوزير جان عبيد، بس لأنه هدول الموظفين بدهم تعديل دستور والاستقالة، ولا يمكن بنظري إنه يمشوا بتعديل دستور الجهتين يعني الجهات المسيحية ب 8 أدار و 14 أدار، لا يمكن، لأنه بيشوفوا في عندهم مرشحين أقوياء، ليش بدهم يتنازلوا للتانيين؟ صح، وبعتقد إنه كمان ما بيفسحوا المجال لغيرهم قبل انتهاء المدة، وبتنتهي المدة خلاص صار في تدخل غير اعتيادي من الخارج، وبعدين شو بيصير حسب الظروف. بس سعادة السفير وقت عم نشرح نحن هيدا الواقع اللي له علاقة بالاستحقاق الرئاسي بنشوفه كتير معقد. صحيح معقد، قلت لك ليش معقد؟ أول شيء لأنه الرئيس بده يجي بتوازن مش بس داخلي، بده يجي بتوازن إقليمي ودولي. دولي مش كتير فرق كتير يعني معهم، بس اقليمي. ليه الدول اللي مش فارقه معهم؟ وهذا الشيء لافت وغريب وتردد بكواليس الدبلوماسيه الفرنسيه واثناء تواجدنا بمؤتمر باريس، يعني بتشوف تسمع من السياسيين الفرنسيين او عدم ممانعه اذا حكى برئيس ماروني قوي، عدم رفض اذا طرح اسم ميشيل عون مثلا. ليش؟ لانه بالسابق وقت الرئيس ساركوزي وقت الانتخابات كان مرفوض ميشيل عون جمله وتفصيل، في معادله غريبه مش مفهومه. في مزبوط اللي عم تحكي مزبوط، حتى الامريكيين كانوا اكثر، ويقال انه السفير فالتمان سنه 2005 هو اللي منع اتفاق ما بين المستقبل وجنرال عون. تذكر يومتها ظهر جنرال من بيت الوسط وقال اتفقنا على 95%، لكن الامريكان اليوم غير شكل فيها وما عندهم مشكله مع الجنرال عون اذا قبلوا فيه الباقيين. ليه انت اليوم اذا كنت بالغرب بدك استقرار بلبنان، كان الولايات المتحده اما اوروبا بدها استقرار بلبنان، اوكي؟ هالاستقرار هيدا هو وجود على الاقل وجود ثلاث رؤساء اللي عندنا هن يمثلون حقيقة مجتمعاتهم. اليوم ما في غير فقط رئيس بري يمثل المجتمع الشيعي، لكن رئيس مع احترامي ومحبتي كمان للرئيس سلام، يعني السنة بفضله سعد، بس كان له دور سعد الحريري وكتلة المستقبل بتسمية تمام سلام، يعني الوضع مختلف عن نجيب مئاتي. صحيح صحيح مزبوط، اللي عم تقولي احسن بس بعده بفضله سعد، انه انا بدي مثل ما التفكير الماروني انه طيب شو الرئيس سليمان اقل مارونيه من غيره؟ لا، بس انه بدنا واحد يمثل اكثر، يمثلنا اكثر. اوكي، هون الغرب اذا بتقولي ما بعرف السعوديه، بس الغرب انه ما عنده مشكله، الاستقرار هو بالنسبه لهم مش تشليح سلاح حزب الله،
بيعرفوا الغرب انه هيدي هيدي قضيه اقليميه اكبر من لبنان. هو ضبط سلاح حزب الله داخليا وخارجيا، انه مين اكثر واحد بخجل، نحسب تخجيل لان ما في يستعمل القوه. حزب الله اذا في من تخجيل هو جنرال، فلهيك مقبول. كيف بخجلهم؟ لانه حليفهم. بس اذا قال لهم انسحبوا وما انسحبوا مثلا من المطرح بتكون صعبه عليهم. بس سعادة السفير في كتير مفاصل نتباعدوا فيها، التمديد للقائدة الأمنيين، تمديد لمجلس النواب، معليش اعترضوا كمان أنه العماد عون هو كمان ضد تدخل حزب الله بسوريا. صحيح. ولو كان بنمق الكلام أو بيلاقوا إخراج للبح يعني شرح هذا الموقف، في محطات أساسية بعدت بين حزب الله والعماد عون. في شيء مهم فيعني أكيد مش ما بيخجلهم، كل واحد منهم راشد مثل ما بيقولوا، ما حدا بيتكل على الثاني ما حدا بيتكل على الثاني حتى يكون محل ما هو. في شيء مهم اللي بيعطيه جنرال لحزب الله اللي ما حدا تاني بيعطيه، غطاء المسيحي. لا مش غطاء مسيحي، لشو؟ لوجود لسلاح حزب الله. انه جنرال عام بيقول انه سلاح حزب الله ما بيتخذ بالقوة، ولا بيتخذ، امبارح عمل تصريح كان فيه، ولا بيتخذ بقرار او بسلاح حزب الله موجود ومعالجته مش بالطريقه اللي كيف البعض تكون معالجته؟ اقليميه حتى الغرب عم بيقولها، بقرار اقليمي، قرار ايراني، مش قرار فيها، بده يكون في تسويه اقليميه كبيره حتى حزب الله يتخلى عن سلاحه. طب هيدي التسويه الكبيره بتخلي القوه السياسيه الاقوى بالبلد تتخلى عن سلاحها، تذبح حالها؟ ما بتذبح حالها، بسلاحها مستقويه، بس مش مستقويه، بس عندها وجودها هي على الشعب، صارت مؤسسات، صارت دويله، صارت ايه، وفيها تضلها هيك دماء معلش. لكن اليوم انا بدي اعطيكي مثل، واللي بعتقد الجنرال بفهمها هيدي اكثر من غيره من المسيحيين او السنه، هو انه اليوم نفترض جدلا انه حزب الله سلم سلاحه، وشو بيصير بالجنوب؟ في يونيفيل، في جيش لبناني، شو قرار 17-1 كانوا من قبل. سيعود الجنوب ساحة لقتال فلسطيني إسرائيلي، بعد المخيمات الفلسطينية بعدها مسلحة، وبعدها إسرائيل بترد الكيل 10 مش 2 10 بترد. يعني عم نرجع هون على مقررات طاولة الحوار الأولى يلي بمقرراتها كانت أنه ضبط السلاح داخل المخيمات ونزعه خارج المخيمات. هيدا الغلط، لازم 2 نزعه داخل وخارج، صح؟ بس كيف تحمي بقى تحمي المخيمات؟ ما هي في صراعات داخليه بين بعضها، خاصة انه فتح او السلطه الفلسطينيه مع هالشيء هيدا، هن بيقولوا لك طبعا مع هالشيء تيكون سلاح معها هي بس، يمكن كسلطه لا هي بتطلع منها، بده يطلعوا منها. هلا في طبعا بده يعملوا مشروع طويل عريض، حتى شو بتعمل فيهم؟ بتحطيهم بزاويه بتخلصيهم فلسطين؟ ما رح تمشي الحال، بده مصاري تجي. هلا هي ارهابياتهم هي مصاري كلها عم تجي وتعيش هالمخيمات هيدي، التسليح اللي عم يشتغلوا الناس بمنظمات فيها مصاري، لما بدك تشتريهم اياه بدك تخلقي لهم شغل، بدك تعملي لهم شيء، بده يعيشوا هالناس، وخاصة بوقت انه الأنروا عم يقل مساعدتها للفلسطينيين مش عم تزيد، وخاصة انه بمفاوضات اسرائيلية فلسطينية يحكى عن، وقال نتنياهو انه تنازل عن حق العودة. طبعا انا ما بعتقد انه في امكانية للعودة الا للعودة، في امكانيه للعوده لاسرائيل للفلسطينيه، طول ما هي اسرائيل قويه بهالقوه هيدي ما في امكانيه، ما في امكانيه هيدي ابدا انه تصير العوده. شو بده يصير فيهم؟ بدك تهيئيهم مثلهم. اليوم لو الفلسطيني مهيئ انه يكون مهندس بالسعوديه كان فل، بس منه الامم المتحده ما هيئتهم لهيك شيء، تعطيهم نتفي اكل وأوضاع مزرية جدا بالمخيمات، يعني أوضاع مزرية، بدك تعطيهم باسبورات، بده يتفق مثلا لبنان أو سوريا أو حيلا بلد في فلسطينية مع السلطة الفلسطينية ياخذوا باسبورات حتى يقدروا يسافروا، يعلمون حتى يقدروا يتنقلوا حول العالم، يعيشوا بكرامة قد ما كان يعني. ومش كل المخيمات هي بؤر إرهابية، يعني في لاجئين عم يدفعوا أثمان الصراعات الأكبر. أنا ما بشوف أم بتحب ابنها يكون منظمة إرهابية أو منظمة عسكرية من أن يكون بجامعة أو بمدرسة.
بدك بس بتعطي هالمجال هي. هون العالم ما بيعطي هالمجال. سعادة السفير بس بدي اشير الى انه بهذه الاثناء يعقد مؤتمر صحافي للوزير نقوله السحناوي والمسؤول بالتيار الوطني الحر زياد عبس، سنعرضه على الشاشه ذات الشعار الابيض. هذا المؤتمر الصحافي يتناول تداعيات وجود النازحين السوريين في بيروت عموما وفي الاشرفيه خصوصا، يبدو عم بيعرضوا شيء بالارقام وطبعا التداعيات الاقتصاديه الاجتماعيه. على كل حال اللي بيهمه الامر يتابع هذا المؤتمر على الشاشه ذات الشعار الابيض. نحن منتابع حوارنا سعاده السفير، فعلا ازمه، يعني اللي بيحكي عن هالموضوع يقال انه عنصري، ولكن مثل ما قال فخامه الرئيس بباريس، قال بدردشه مع الاعلاميين ونحن كنا موجودين كال بي سي فيها، انه نحن عم نعمل جهدنا وعم نبذل كل اللي لازم. مجتمع الدوله يعني عم بيقول شو هالضيافه اللبنانيه وشو هالطريقه المعالجه للملف، بس ايه مزبوط كيف يترجمها اولا، بس ثانيا قال فخامه الرئيس انه ما بدنا نوصل لوقت انه ننبش على وطن بديل للبنانيين. لا طبعا طبعا معه، وهون انا مش بس تقصير دول، بفكر في تقصير عربي من هالناحيه هذه. انا كنت بالبنك الدولي وقت كانت من بعد اوسلو، واشتغلنا على المصاري الاموال المساعدات للفلسطينيين اللي اجت من العالم العربي يومتها. طبعا كان في حرب الخليج طازه بعدها، وفي حقد على ياسر عرفات يومتها، بس انت بدك تحل هالعمليه وهي من مصلحته انها تنحل، كانت لازم تدفع مصاري. الكويت عطت 25 مليون على 3 سنين، السعوديه شي 100 مليون، يعني الاموال اللي حطوها قطر ولا شيء، الاموال اللي حطوها ماشي. ليش ما بتتقاسم الاعباء الدول العربيه مع لبنان؟ دول الخليج التي تدعم الثوره، اللي عندها مساحات شاسعه وواسعه واللي عندها قدرات ماليه. معناتها سبب كمان، هي مش السبب الوحيد بس سبب بهال وجود النازحين بلبنان. لان هن عم بيمولوا، هن عم بيمولوا، ايه مش عم بقول السبب حق عليهم بس، لا في حق على النظام، في حق على الثوار، بس هن كمان لازم بيمولوا هون. روح شوفي مساعدتهم بتلاقيها، ما عندي ارقام. ماشي. بقمه الكويت السعوديه وقطر، وبذكر كثير منيح، الكويت قدمت 500 مليون، السعوديه وقطر كل واحد قدم 60 مليون، مع انه السعوديه وقطر اكثر دولتين داعمين للمعارضه، ما بعرف اذا دفعوا. ودفعوا. ما بنسال بان كي مون، ما بنسال امين العالم المتحده اذا اخذ هالمليارين و700 مليون. حتى الكويت يمكن ما دفعت 500 مليون. كمان. ان شاء الله تكون دفعت. مع انه عملوا حمله وطنيه زياده عن ال 500 بس مليون. انت عم تحكي، عم بتقول اخر رقم شفته من شي شهر اليو ان سي اتش ار هي انه 600 مليون وصلهم هالسنه. ماشي. كيف بتكون دفعت 500 مليون؟ وهن حاجاتهم بال 600 مليار، بال 60 ب 6 مليار لهالسنه. انه ما في شيء عم يجيهم، هي للسوريين طبعا مش للأرض ولا للفلسطينيين. ايه للسوريين بشكل مباشر للنازحين. عندي عندك مشاكل كثيره وما حدا عم بحلها بجذريتها يعني فيها، اوكي عم تحل مشاكل الضفه الغربيه وفلسطين واسرائيل. طيب شو عن الأربع مليون فلسطيني الموجودين بلبنان وبسوريا؟ ليكي بسوريا كيف عم بيكلوها ما بين الداعش والنصرة والنظام والتضييق عليهم، المجاعة اللي عم بتصير باليرموك، مش عارفين حالهم اذا هن فلسطينية اما اردنية. وهلا يعني عم تحكي عن كثير كثير لاجئين موجودين، حتى لاجئين بقلب الضفة، ثلث سكان الضفة لاجئين وثلثين سكان غزة لاجئين. فمن هون عندك مشاكل كثيرة وما عم بنحس فيها الا شوية سياسي، انه تركينا انه يلا بكره العرب بدوبوا، هذا التفكير الاسرائيلي والغربي، انه بكره بدوبوا الفلسطينيين هون وهون، ما رح يدوبوا، رح يبقوا فلسطينيين الا ان يكون عندهم حقوق كاملة. وهون العالم العربي خاصة دول الخليج ما عم بتساعد بالقضية هي. ما هو لو في موقف عربي موحد كانت بتنقلب المعادلة، يعني بينفرض موقف ما على المجتمع الغربي وتحديدا الولايات المتحدة الداعم الأول لإسرائيل. صحيح. على كل حال رح نتابع كمان نحن حوارنا مع حضرتك سعادة السفير، ولكن كمان مضطرين نرجع نتوقف مع تاني فاصل إعلاني بحلقتنا، وبنرجع منتابع من بعده بالمحور الأخير من حوارنا لليوم الأحد. نتابع حوارنا بالجزء الأخير من حلقتنا لليوم الأحد من نهاركم سعيد مع السفير عبدالله أبو حبيب. سعادة السفير، يعني كنا عم نحكي طبعا بالوضع الإقليمي الدولي المنعكس بشكل مباشر على لبنان، الأجندة الدولية والإقليمية التي تعنى بلبنان، حكينا عن موضوع الرئاسة وحكينا قديش معقد، ولكن إذا بدنا نحكي هلأ بالشق الأمني،
ليش هالاهتمام الغربي اليوم طبعا مع رعاية سعودية بالجيش اللبناني بشكل مباشر؟ لك أنا بفكر الغرب يعرف أنه أي جيش لبناني بده يكون قوي مهما يكون لن يواجه حزب الله. حزب الله بجوز العرب بفكروا أنه من أول جيش بيواجه حزب الله، لا، مواجهة حزب الله هي انقسام الجيش. بالرغم من أنه الجيش فرجة بالمدة الأخيرة عن وحده عن قوته عن حقيقة التضامن اللي موجود كان بطرابلس أما بالبقاع الشمالي وين ما كان الجيش عم بفرجي عن قوة، لكن ما فيك دايما تحط الجيش تحت امتحان. هيدي قضية داخلية وقضية إقليمية بدها تنحل بالطريقة هي. الغرب عم بيقوي الجيش من أجل الاستقرار، الاستقرار اللي بيقدر يضبط حزب الله دون أن يشل سلاحه أو ما يشي. بعدين لما بدك تشيل سلاحه إذا كنت داخليا وكنت شيعة وكنت من الجنوب، بتقول هل الجيش هو قوة ردعية اليوم؟ منه قوة ردعية الجيش، بعد ما صار قوة ردعية هو قوة أمن هيلة، لو للجيش كان فرط البلد، لكن منه قوة ردعية لإسرائيل مثلا أو للفلسطيني. لم تدخل عوامل داخلية ساعتها مثل ما دخلت بعد 68. فمن هون أنه الغرب أو هي الولايات المتحدة اللي عم تعطي، فرنسا ما عم تعطي، وبريطانيا، بريطانيا عم تعطي، مزبوط بريطانيا عم تعطي. تحس في حماسة عند البريطانيين، في حماس حتى حسب السفير البريطاني يجيب الاستقرار. ولا حدا لا الدبلوماسيين الأمريكيين ولا البريطانيين بيقولوا نحن عم نصلحه لمواجهة حزب الله، ما حدا منهم عم بقول لك. حتى السعوديين خلينا نكون يعني عادلين لأنهم ما كمان ما قالوا بدنا نصلحه حتى يجابه حزب الله. هي مش موجودة هاللغة هيدي. هلا ممكن عارفين ضمنا انه هيدا شيء صعب يصير، صار فيها الوعي، صار في قراءة مضبوطة للواقع اللبناني لقدرات الدولة والجيش وهيك. القراءة هي حسب السياسة بالوقت المعين. بالوقت الحالي يبدو هيك، وخاصة انه من سنة 2006 لليوم 8 سنين ما صار شيء على الحدود الإسرائيلية وما عمل شيء. طبعا بضل هذا اكيد نفع خوف. بوجود الجيش وبوجود اليونيفل وبوجود القرار 1701 والخط وشمال الليتاني. انا بعتقد اكثر كمان انه حتى حزب الله من 2000 لل 2006 ما عمل شيء على الحدود. وقت العمله بال 2006 كانت لانه اسرائيل نقضت بوعودها اطلاق المساجين، رجع اطلقتهم من بعد الحرب، وكان في نوع من الخطة انه بس عم نخلص من حزب الله وخمنين انه بيقدروا يخلصوا من الجو. يعني كان في شوية قصر نظر من هالناحية، من الجو ما بتقدروا تخلص، بتضرب الجو مين على الارض بالنتيجة حرب الشوارع على الأرض. يعني ما زبطت معهم. لا انه بهال 14 سنة من خروج اسرائيل من معظم الجنوب او من الاكثرية الساحقة من ارض الجنوب، مرة واحدة صار في حادثة بين حزب الله وإسرائيل، ففي نوع من الاطمئنان فيها. لكن كمان عندك إنه شو اللي بيمنع إسرائيل اليوم إذا مش موجود حزب الله إنه تخدك الغازات من البحر؟ فيها تعمل بير هون وتمشي هيك. اللي عم يمنعها هو إنه حزب الله وسلاح حزب الله هو نوع من ردع لإسرائيل فيها، ولهالسبب هيدي باقي إلا أن تحل كل قضايا الفلسطينية اللاجئين الفلسطينية الإسرائيلية. كل هالقضايا بدها تنحل قبل ما بعرف كنا نقول ذات الشيء على أيام السلاح الفلسطيني، وإجت ظروف بجوز ضلينا لك سنين بجوز تجي هيك ظروف. بس من ناحية المنطق، من ناحية المعطيات اللي عندنا اليوم، كل اللبنانيين حتى الشيعة منا بدون دولة قوية، كلهم بدون دولة قوية. لكن في اعتبارات تانية اللي بتخلي الواحد بعتذر عم بضطر أقطعك، ولكن يبدو عم ننقل شيء مباشر من يبرود من مراسل المنار اللي صار بقلب يبرود. عذرا سعادة السفير، هذه مثلا هذه مدرسة
يبرود والتي كان يتحصن بها المسلحون وتستخدم كمركز ل يعني يوجد فيها الأسلحة والأعتداء. طبعا هناك بعض الحذر في التعاطي والدخول إلى هذه الأماكن، سوف نحاول أن ندخلها في وقت لاحق، ولكن هذه إحدى شوارع يبرود. نحن هنا علي في الجزء الأخير من يبرود، والذي كان يعني لا يزال حتى الساعات الأخيرة يواجه مقاومة من قبل المسلحين الذين كانوا يتحصنون به. وهذه كنيسة يبرود، ما يعرف بكنيسة يبرود، وهذا الحي الذي كان يقطنه مسيحيون في هذا الحي. طبعا يبرود يعني هي مدينة يقطن فيها من مثلها يعني مثل المجتمع السوري من كافة الأطياف ومن كافة الأديان. من هنا سوف أتحول إلى المشفى الميداني والذي تحدثت عنه في رسالة سابقة أيضا علي. هذا هو المشفى، مشفى يبرود الرئيسي، وهو كان قد تحول بفعل تواجد المجموعات المسلحة إلى مشفى ميداني للمجموعات المسلحة، كانت تأتي إلى هنا بجرحها وأيضا بالقتل يعني أخذ العناية الطبية داخل هذا المستشفى لأنه مجهز، وبالتالي تحول بفعل القوى العسكرية للمجموعات المسلحة إلى مشفى ميداني يستخدم في العمليات العسكرية. يبرود سقطت بشكل كامل، الجيش السوري أصبح خلف يبرود، أصبح يطهر هذه التلال. علي سوف يعني من خلال الكاميرا سوف تشاهد يبرود وأهمية يبرود واتصالها بهذه الجبال. هذا مثلا، هذه إحدى الأحياء ليبرود التي تتصل بشكل مباشر بالجبال، هذه المرتفعات التي من خلالها كانت المجموعات المسلحة تشرف على يبرود، وكانت من خلالها تسيطر على بعض حركة المجموعات، عفوا الجيش السوري. طبعا العملية كانت الجيش السوري، عندما نتحدث عن عملية نوعية قام بها، هو عندما قام بعزل يبرود وبالسيطرة على هذه المرتفعات، وبالتالي يمكن يعني تخيل المشهد علي عندما أصبح الجيش السوري مثبت على هذه التلال. سقطت الأحياء التي تقع تحت هذا المنحدر وتحت هذا المرتفع المهم جدا، أيضا من الناحية الشرقية وأيضا من الناحية الجنوبية وما سبقها من نواحي سيطر عليها الجيش السوري، وقام بعزل مدينة يبرود من الناحية العسكرية وأيضا من الناحية اللوجستية. ضرب حركة المسلحين ويعني حجم حركتهم في مكان واحد وفي منطقة جغرافية واحدة قبل أن يأخذ قرار الدخول إلى يبرود المعقل الرئيسي والأساس. وكما ذكرت بأن يبرود كبيرة جدا، ويبرود يعني بأحيائها متداخلة وهي فيها تنظيم مدني، وبالتالي فإن المعركة العسكرية فيها كانت تتطلب نوع معين من المواجهات ونوع معين من الاستهداف، لذلك فإن السيطرة على التلال هي التي حسمت المعركة من الناحية العسكرية وأيضا من ناحية يعني ما بعد يبرود إذا صح التعبير، لأن الجيش السوري كما ذكرت أصبح تقريبا مسيطر على التلال التي تشرف إلى ما بعد يبرود بعد انسحاب المجموعات المسلحة. طيب حسن، هذا تقريبا يعني أتحدث هنا من داخل يبرود، سوف نكون أيضا برسائل من أماكن أخرى، ولكن دعني أشير إلى شيء مهم علي، بأن المسلحين يعني لم ينسحبوا من يبرود إلا تحت وابل من النيران الذي كثفه الجيش السوري. ليل أمس استمرت العملية حتى ساعات الصباح الأولى عندما دخل الجيش السوري إلى الأحياء وقام بعملية نوعية أيضا بالقوات الخاصة، دخلت إلى آخر الأحياء التي كان يتحصن بها المسلحون والتي تقع خلف التلة الخضراء المغطاة بالأشجار والتي كانت تستخدم من قبل المسلحين كمحور يتخفى داخل الأشجار القناصين وما إلى هنالك. عندما سقطت هذه التلة بفعل السيطرة على تلة مرمرون أصبح العمق اليبرودي من الداخل من الناحية الغربية التي تتصل بفليطة وبما بعد فليطة بسلسلة جبال لبنان الشرقية والداخل اللبناني عبر جرود عرسال أصبحت ساقطة وأصبحت تحت سيطرة الجيش السوري، لذلك أعلنت مدينة مسيطرة عليها المعقل الرئيسي والأساس للمجموعات المسلحة عليه. طيب حسن، يعني استمرار عمليات التمشيط إلى متى تستمر؟ ولم أسمع يعني أي صوت أزيز للرصاص يعني، ولم نسمع صوت إطلاق القذائف، هل معنى ذلك أنه العملية بالكامل انتهت في داخل المدينة وتم السيطرة عليها؟ هذا ما تريد قوله؟ بالداخل علي تقريبا انتهت نعم عمليات التمشيط والعمليات الأمنية التي بدأها الجيش السوري كما ذكرت، لأن يعني السقوط المدوي للمجموعات المسلحة بدأ في ساعات الصباح الأولى، لذلك فإن في هذا الوقت تقريبا العمليات داخل أحياء يبرود انتهت. هناك بعض العمليات في المرتفعات التي تحاذي يبرود، لأن هروب المسلحين ما تبقى من المجموعات المسلحة سمح لهم بالتخفي خلف هذه الجبال. طبعا هناك طبيعة جغرافية جدا يعني
يعني مساعدة و يعني تستطيع أن يستطيع المسلحون من خلالها أن يذهبوا بعيدا عن نيران الجيش السوري، ولكن في هذه المناطق يحاول الجيش السوري إبعاد نيران المجموعات المسلحة عن يبرود لإعلانها منطقة آمنة. لذلك فإن الأصوات بعيدة جدا، يعني نحن نسمع الأصوات ولكن عبر الكاميرا لا يمكن سماعها لأنها بعيدة. وهذا ما يعني وما قلته لك علي بأن مجموعات أو المجموعات الخاصة للجيش العربي السوري أصبحت خلف يبرود تقريبا، أصبحت تشرف من يبرود من الناحية الغربية، والتي كانت قد فتحت وتركت منفذا للمجموعات المسلحة للهرب باتجاه الأراضي اللبنانية وباتجاه فليطة ورنكوز والأماكن المرتفعة. وطبعا يعني سوف أتحدث بعد قليل عن صعوبة هذه المناطق، وخصوصا نحن نتحدث عن أن الجبال أصبحت مغطاة بالثلوج وإمكانية البقاء فيها أصبح متعذرا وصعبا جدا إلى حد المستحيل عليه. لذلك فإن يعني العملية العسكرية كانت نوعية جدا، أصبحت المجموعات المسلحة بنيرانها بعيدة عن يبرود، وأصبحت أيضا يعني بحركتها بعيدة أيضا عن يبرود وقريبة من نيران المجموعات نيران الجيش العربي السوري الذي أصبح يسيطر من الناحية الغربية أيضا على التلال المرتفعة المشرفة إلى ما بعد يبرود عليه. يعني إذا حسن نفس السيناريو الذي حصل في القصير تكرر في القلمون وفي يبرود كما توقعت بالأمس، نقلا عن مصادر عسكرية ميدانية كان هناك صحيح. توقعات بانسحابهم في الليل، وبالفعل في صباح هذا اليوم أعلنت يبرود محررة بالكامل من قبل الجيش العربي السوري. هل من شيء تضيفه قبل أن ننتقل إلى الزميلة كوثر؟ تفضل علي. فقط إشارة إلى أن سير العمليات أصلا في العملية الكبرى التي بدأها الجيش السوري قبل أشهر في القلمون كانت تشير إلى هذا السيناريو، يعني عندما بدأ الجيش السوري بالعملية في قارة ثم ديرعطية فالنبك فالسحل فالجرجير وكامل المحيط اليبرودي إذا يمكننا القول، كانت يعني سير المعارك تشير إلى هذا السيناريو، لأن يبرود أصبحت معزولة في عندما تم الانتهاء من السحل وعندما تم السيطرة على السحل وعلى مزارع ريما وعلى التلال المشرفة وعلى تلة الكويتي والقطري. أصبحت وأنا قلتها في رسائل سابقة بأن يبرود أصبحت عسكريا بحكم الساقطة، لأنها يعني نيران الجيش السوري أصبحت تقف فوق يبرود وفوق حركة المجموعات المسلحة وأصبحت قادرة على رصد حركتهم، وبالتالي فإن هذا السيناريو وهذا المسير العسكري للجيش السوري كان متوقعا وكان من البديهيات العسكرية. لذلك كان الجيش السوري يطلب من المجموعات المسلحة ومن المسلحين بأنه من يريد أن يعود إلى كنف الدولة، الدولة مستعدة لتسوية أوضاعه وتسوية أوضاعه وإعادته إلى كنف الدولة، ومن يريد أن يعني يستمر في القتال فإن مصيره الموت، وهذا ما حدث بالتحديد علي. على كل حال نتمنى إن شاء الله أن يعود أهل يبرود إلى مدينتهم بعد أن هجروها بفعل ارتكابات المجموعات الإرهابية المسلحة. يعني هذا كان النقل المباشر من يبرود الزميل المنار اللي بيأكد أنه انتهت هذه المعركة لصالح النظام. نحن بدنا ننتقل كمان سريعا لطرابلس لزميلتنا ليال. ليال نهارك سعيد. ليال كيف الأجواء بطرابلس اليوم يعني على وقع نهاية انتهاء معركة يبرود لصالح النظام؟ هل لا يزال هناك من توتر بين باب التباني وجبل محسن؟ حقيقة ندى يعني حتى الساعة أقل بالجولة الصباحية اللي قمنا فيها بطرابلس تحديدا بمنطقة باب التباني لم يبدو هناك حاليا أي انعكاس أمني لسقوط منطقة يبرود في سوريا. هناك حاليا هدنة بعد اشتباكات بالليل بعد ما سقط وفق بيان عن قيادة الجيش شهيد للجيش اللبناني بقذيفة سقطت على ناقل الجند في منطقة الملولة، وسقوط عدد من الأشخاص من منطقة باب التباني برصاص الجيش كما قالت مصادر باب التباني. حاليا هناك هدنة في انتظار تشييع أحد الأشخاص الذين سقطوا بارح من باب التباني في مسجد طينال في باب الرمل. أما ماذا سيحصل بعد التشييع فكل الأطراف تؤكد أنها لا تضمن أي شيء، ولكن هناك غضب في باب التباني، يعتبرون أن الجيش اللبناني يقوم بالمعركة عن جبل محسن ويقولون أنهم لا يريدون أن يتواجهوا مع الجيش، ولكن هذا ما يحصل حاليا. الجيش اللبناني أيضا من جهته أكد أنه هو سيرد على كل مصادر النيران كما سبق وقال منذ أسابيع، يعني أنه هو عنده الحق أنه يرد على أي مصادر نيران صادرة من طرابلس لوقف أي نوع من أنواع الاشتباكات. المشهد العام في طرابلس يعني هادئ جدا، حركة السير خفيفة جدا، ربما كاميرا زميل بول فيها تفرجينا
لا سيارات يعني تقريبا في الشوارع، حتى القهوة اللي بتفتح الأحد الصبح وبتزدحم المناطق البعيدة يعني بتضم الفرز وهيك، بعض هيدا القهوة مقفل اليوم تخوفا من أي شيء أمني ممكن يصير أو تجدد الاشتباكات. إذا حاليا هناك هدنة في منطقة التبانة في انتظار تشيع أحد الشباب من آل نحيلة، أما المشهد العام في طرابلس فهادئ جدا. أنا بدي أشكرك ليال، ويعني توخوا الحذر أنت والفريق اللي معك. شو تعليقك سعادة السفير بالآخر؟ يعني نحن حلقتنا بالآخر صارت بس دايما اتهامات التي توجه للجيش على واقع ما يجري كان بالداخل أو بالخارج. الجيش عم يحاول يرجع على مصدر النيران، إذا طلعت النيران باب تباني بده يرجع عليها حتى يوقفها من أنه تضرب الجبل، والعكس يبدو أنه آخر مرة كانت من عند من باب التباني. فما يعني الله يقوي الجيش حتى يحمي ناس من نفسهم من بعضهم من ما بعرف شو اللي بده غير القتل، شو بدهم ينجزوا بهالقتال اللي عم يصير. يعني الله يحمي الجيش فعلا، والله يحمي هيدي الدولة ولبنان واستقراره. أي. إذا فعلا في قدرة أنه يعني نتجنب المزيد من التداعيات مما يجري من بحولنا. أنا بدي أشكرك سعادة السفير على تخصيصك لهيدا الوقت لقلنا اليوم هيدا نهار الأحد. مشاهدينا أنا بشكركم على متابعتكم، نحن انتهت حلقتنا، وطبعا أي جديد بنتابعه طبعا مع قسم الأخبار. إلى اللقاء بالأسبوع المقبل إذا الله راضي.